بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده هنوضح فيه ازاي ننشئ ورك اوردر جديد. اول حاجة نقف على الايقونة ودبل كليك. هنبص نلاحظ هنا ان احنا عندنا 10 ورك اوردر واحنا هنحط ال 11. هنبتدي نقول له نيو وبعدين ننقي من القايمة بتاعت الاكويبمنت وبعدين نخش على التاسكس. كل طبعا احنا كنا حاطين الايكوبمنت تاسكس قبل كده وننقي التاسك بتاعتنا كده. احنا حطينا الاثنين من ايتمز. ممكن بعد كده برضو نحط تكنيشن ريكوستر از وي نيد از وي ويش. برضو هنا ده الورك اوردر نمبر ده جنريتد اوتوماتيكالي والداتا والتايم اساين ده بيبقى النهارده اللي هو اليوم اللي انا دخلت فيه الورك اوردر وده ديو ديت حسب انا مقد مظبط الكونفيجريشن بتاعي. هقول له سيف اوتوماتيك بيطلع رقم 11 هو بكل التفاصيل وبعد كده اقدر اعمل له اديت اغيره اعمل فيه اي حاجه. شكرا.